ربع معلقة من المكون دوت، ده ان شاء الله هيدوب معاك دهون الجسم تماما، سواء البطن سواء الارداف سواء الترهلات، اي ترهلات في جسمك ربع المعلقة ديت ده هتنزل معاك وهتنسف معاك الدهون وهتنزل معاك الوزن بطريقة كويسة جدا. عايزة تعرف الطريقة وعايزة تعرف الوصفة عملناها ازاي، ادخل معايا الفيديو شوفي وحط لايك كده للفيديو وتعالوا نعرف الطريقة مع بعض. اهم من الطريقة واهم من الفيديو ان انت تتابع معايا الخطوات للاخر علشان تعرفي الوصفة عملناها ازاي وتمشي على الخطوات صح عشان تجيب معاكي نتيجة ممتازة. يلا بينا نشوف الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا بنات، يا رب تكونوا بخير وفي افضل حال. النهاردة ان شاء الله جايلكم فيديو جديد ووصفة جديدة. وصفتنا النهاردة زي العادة سهلة وبسيطة، مش هتكلفنا حاجة ولا هنحتاج اي حاجة. وصفتنا هتبقى موجودة في قلب بيتنا، مكونة من مكونين اتنين بس، ودول ان شاء الله اللي احنا هنستخدمهم في الوصفة بتاعتنا. وصفتنا هتنزل معانا الدهون نزله كويسه جدا، هتمسح خالص، يعني انا اقدر اقول لك ان هي هتمسح دهون البطن، هتمسح يعني بمعنى كلمه هتمسح يعني هتنهي دهون البطن تماما. مهما كان عندك دهون البطن عنيده، مهما كان في ارداف، في ترهلات في الذراعين، اي ترهلات او اي دهون موجوده في جسمنا، ده ان شاء الله هتقضي على المشاكل دي تماما. تمام، فوق كده كمان غير ان هي بتنزل دهون البطن ودهون الجسم كله، هتنزل معاك الوزن بطريقه كويسه جدا. طيب ايه هي العشبه؟ تعالوا كده يلا نسمي الله مع بعض ونحط كده لايك للفيديو. عايزه لايكات كتير يا جماعه الفيديو علشان تشجعوني ان انا اعمل لكم كل يوم فيديوهات كويسه. تمام، ويا ريت اللي بيشوف قناتي يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس ان شاء الله عشان يوصلوا كل جديد. شيروا الوصفه علشان الناس كتير تستفيد من وصفتنا النهارده. مبدئيا كده يا بنات، انا معايا النهارده عشبه كويسه جدا جدا، يمكن معظمنا بيستخدمها في الصيف اكتر من الشتاء كمان. العشبه بتاعتنا دي كده يا بنات النهارده دي على طول بنستخدم، الناس اللي عايزه تخس بتستخدمها والناس اللي هي مش عايزه تخس برضو بتستخدم. ليه؟ لان هي على طول بترطب جسمها، ما بتحسسناش بالعطش طول النهار، بل بالعكس هتحسسك بالشبع. دي العشبه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. تمام، العشبه ديت ده اسمها كركديه اللي انتوا شايفينه دول، ده صيف وشتاء بنستعمله، بس في الصيف بنستعمله اكتر من الشتاء. ليه؟ لان ناس كتير بتغليه وبتسقعه وبتحطه في الثلاجه على اساس ان هو بتشرب منه سائع، بيرطب جسمنا كله، بينزل الدهون، بيحسسنا بالشبع، كويس جدا لمرضى الضغط والسكر، وهقول لكم كل الحاجات ديت في الفيديو بتاعنا النهارده. تمام، دي يا جماعه عشبه الكركديه اللي انتوا شايفينها ديت، ده بتيجي بقى من عند العطار، بتيجي جاهزه كده باكيتات من اي سوبر ماركت، يعني هي بتبقى كويسه جدا. اي مكان بتقول انا عايزه كركديه بتديكي العشبه دي. تمام، ممكن تجيبيه سايب زي ما انا جايباه كده سايب من عند العطار بالشكل ده كده. طيب دلوقتي انا هعمل فيه ايه؟ هنعمله بطريقه كويسه جدا، مش هنغلب حلو بقى ولا هنعمل اي حاجه، لا هنستعمله بطريقه كويسه جدا على اساس ان انا هعمله مشروب يومي طول النهار هشرب منه. يعني بدل ما بتشربي طول النهار ميه، لا ان شاء الله هنعمله طول النهار، هنحطه في الثلاجه، يعني هنحطه في ازازه كده ونحطه في الثلاجه، يبقى ده المشروب اليوم بتاعنا. تمام، مش هنحطه في سكر ولا هنحطه في اي حاجه. تعالوا بقى كده اقول لكم احنا هنعمل ايه دلوقتي يا جماعه. انا معايا الميه بتاعتي اهي، دي كوبايه ميه كده، يعني احنا ان شاء الله دي حاجه بس مثال كده بسيط، بس انا المفروض انني لو هشرب رتل ميه هعمل رتل بحاله وهحطه في الثلاجه هشرب منه طول اليوم. بس احنا كده انا دلوقتي كده بعمل قدامك مقدار وانت ضعف الكميه. تمام، يبقى انا كده معايا كوبايه الميه هنحطها كده على جنب، ومعايا العشبه بتاعتي بتاع الكركديه زي ما انتم شايفين كده. طيب هنعمل فيها ايه دلوقتي؟ تعالوا بقى نقول لكم هنعمل فيها ايه. انا مش هستخدمها بالشكل ده كده، لا تعالوا بقى كده اقول لكم انا عملت فيها ايه. انا طحنتها بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين اهي، بالشكل ده كده. انا هاخد كده على كل كوبايه مقدار معلقه زي ما انتم شايفين، يعني الكميه اللي انت شايفينها معايا ديت ده هتعمل رتل ميه بحاله. الكميه ديت دي هتعمل رتل، الرتل دوت انا هسيبه طول النهار في التلاجة، كل ما احس بعطش هقوم شاربه منه. هقول لكم هنعمل ايه. تعالوا بقى كده نشوف الخلاط بتاعنا. هنجيب الخلاط واقوم دلق فيه كوبايه الميه ده كده يا جماعه كوبايه، ده يعني ايه بالفرض ان انا اخد كوبايه بس. احنا طبعا هنعمل زي ما قلت لكم رتل كامل، حابه تزودي تعملي 2 رتل 3 رتل انت براحتك. تمام، بس انا بعمل يعني ايه عينا بس كده قدامكم
علشان تعرفوا انتوا المقدار. ومعايا معلقه من بتاعه الشاي كركديه زي ما انتوا شايفين كده، نحط بس شويه صغيرين علشان المعلقه صغيره شويه بالشكل ده، تمام كده. بعد كده انا معايا ايه؟ معايا ليمون اهو، انا هاخد نص ليمونه نص ليمونه على الكوبايه اللي انا هعملها دي، يعني الليمونه اللي انتوا شايفينها دي هناخد بس نصها. تعالوا بقى كده نشوف، انا هاخد نصها. المهم يا جماعه الليمون بنكون غسلينه كويس علشان هنستعمل القشر بتاعه، وهنشيل طبعا منه البذر. ده كده نص ليمونه اهيت، هنشيل منها البذر بتاعنا وهنقطعه ونحطها في الخلاط، عشان طبعا البذر مش مستحب وهيعمل مرارة. بعد كده انا هقطعها بالشكل ده كده اهو. يبقى انا كده دلوقتي عملت نص ليمونه ومعلقه كبيره من بتاعه الشاي كركديه. دلوقتي بقى انا هضربهم كده ضربه في الخلاط، يعني هضرب الليمون مع الكركديه، وبعد كده هنصفيهم ونحطهم في الكوبايه. ومعانا معلقه، المعلقه دي يا جماعه ده هي السحر، نص معلقه صغيره خالص او اقل من نص كمان، ده ان شاء الله هتبقى هي ده السحر اللي احنا يعني اللي هتنزل معانا الدهون وهتحرق معانا الدهون وتنزل معانا الوزن. عايزين تعرفوا المعلقه دي هي ايه؟ تابعوا معايا الخطوات للاخر وحطوا لايك كده للفيديو اللي ما حطش لايك، ويلا بينا نفرم المكون بتاعنا. وده كده يا جماعه المكون بتاعنا بعد ما عملناه في الخلاط بالشكل ده كده. عشان طبعا لو في ليمون فيه حاجة خشنة ولا حاجة ما تبقى صعبة علينا واحنا بنشرب. ده كده اصبح معانا اهو جاهز، وده كده الخشنة اللي هي المصفى بتاعتنا صفتها، والمشروب بتاعنا بقى جاهز دلوقتي ان احنا نشربه. هقول لكم على حاجة بقى يا بنات، الناس اللي هي ممكن تحط سكر، لا بلاش، ابعد عن السكر خالص، المشروب دوت ما يتحطش على سكر. ده كده المشروب بتاعنا اصبح ان هو يكون جاهز. طيب الوقت هناخد سكر ولا من غير سكر؟ لا، الافضل ان انت تشربيه من غير سكر، ده بيكون افضل واحسن لك. اما الناس اللي هي مش متعوده ان هي تشرب من غير سكر، ممكن تحط سكر دايت او معلقه عسل، تمام، بس ما بنكترش برضه زي العاده. ليه؟ علشان يجيب معانا نتيجه كويسه جدا جدا. الناس يا جماعه مرضى القلب، مرضى السكر، عندها ضغط، اي حاجه، المشروب دوت كويس جدا لهم، تمام، يعني مفيش منه خوف ولا حاجه، بنحطه ساقع في الثلاجه وبنشرب. تعالوا بقى نشوف المعلقه اللي انا اقدر اقول لكم دي معلقه سحريه على المكون ده او الكوب ده، نص معلقه بسيطه خالص او اقل من النص هنحطه على الكوبايه بتاعتنا ديت، ده اللي هينزل معانا الوزن بطريقه كويسه جدا وهيحرق معانا الدهون. دي يا جماعه بقى الزنجبيل، تمام، ده ربع معلقه صغيره خالص زنجبيل هنحطه على المكون بتاعنا دوت، وهندوبه كويس جدا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. عندنا زنجبيل فريش، ممكن ان احنا نحط قطعه صغيره خالص ونفرمه في الخلاط مع الليمون. ما عندناش، ممكن نحط اللي هو البودره دوت، ده هيبقى كويس جدا، شايفين اهو بالشكل ده كده. دلوقتي المشروب اصبح ان هو جاهز معايا، هنحطه في التلاجة. لو انت هتعملي رتل هتعملي رتل، حطيه وعبيه في ازازه وطول النهار اشربه منه، ده هيبقى كويس جدا جدا. كل ما تعوزي تشربي اشربي من المكون دوت، ده ما شاء الله هيخلي جسمك هيحرق كل الدهون، هيحسسك بالشبع. الكوبايه ديت بمعنى اصح مش هتخليكي لا تحسي بجوع ولا تحسي بعطش طول النهار، هيخلي جسمك كويس جدا، وفي نفس الوقت هتحسي ان انت جسمك بطنك مشدوده، هتحسي ان مفيش ترهلات، الترهلات اختفت خالص. دوم على الوصفه دي حوالي 10 ايام بس وشوفي النتيجه بعينك، باذن الله تشوفي نتيجه كويسه جدا. يمكن هتلاحظي فرق من اول اسبوع، من اول 10 ايام، وهتجربها وباذن الله هتدعي لي وتكتبي لي في الكومنتات ان انت فعلا جسمك نزل على الوصفه دي. خلوا بالكم بنات، حتى الناس اللي هي مش عايزه تخس ممكن تشرب الكوبايه ديت، الكوبايه دي صحيه وكويسه جدا ولها فوائد كتير. انا عايزاكم تخشوا كده تعملوا سيرش كده على جوجل وتعرفي فوائد الكركديه، هتلاقي فعلا له فوائد كتير جدا جدا، خلاف ان هي بتخسس كمان لها فوائد تانيه للجسم وللبشره. اتمنى يا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم، ما تنسوش تضغطوا لايك وشير للفيديو، شيروا الفيديو علشان ناس كتير تستفيد منه، واللي شير يكتب لي تم علشان اعرف ناس حبايبي اللي هم شيروا للفيديو بتاعي. واستنونا ان شاء الله بكره بالفيديو الجاي باذن الله.
في فيديو جديد ووصفة جديدة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.